ايه خط سير الحلقه والشغل معاك يا شيف؟ والله احنا لو استعرضنا المقادير في كل بيت مصري هنلاقي عندنا فراخ في التلاجة، هنشتري فراخ. رمضان كريم، عايزين نعمل أكلة مندي مشهورة جدا في المطابخ العربية. هنعملها ازاي النهاردة؟ بطريقة بسيطة وسهلة، وكمان تقدر تعمليه في الفرن بالتكنيك العالي. طيب أول حاجة التحضير عندنا بيكون طاسة أو جريلا أو صينية زي دي كده على النار، بتسخن معايا جامد بالشكل ده كده. أنا عايز أكسب وقت طبعا. معايا حلة، الحلة دي يسمح لها ويصرح لها دي تخش الفرن، عشان دي هتخش الفرن يسوي عليها المندي، فلازم تكون موجوده عندك. ما عندكيش الحله دي، بتجيب صينيه البسبوسه او صينيه الكيكه اللي انت بتعملي فيها، دي موجوده عندنا. هنشيل الغطا ده، مش عايزينه. حاجات التفاصيل دي لازم تكون جاهزه عندنا. ميه بتغلى على النار، هنشيل الفول من هنا عشان ما يلخبطش معانا الدنيا بالشكل ده كده. والميه دي جاهزه معايا، وتعالوا مع بعض نشوف ازاي خط سير. معايا جوز فراخ عايز اعملهم مندي، يعني خلاص المقادير على الشاشه، على بجهز السكينه بتاعتي وسدن السكينه الحلوه. معانا مين؟ حلو، فراخ، توابل عربيه، وهم خمس حاجات دول مهمين جدا موجودين معانا على الشاشه. اللومي اللي هو اللبون الجاف، الدرسين اللي هي القرفه الخشب، ورق اللورا اللي هو ورق الغار، الحبهان اللي هو الهيل، القرنفل اللي هو المسمار. ما تنسيش طبعا الدرسين اللي هي القرفه الخشب، دي مهمه جدا وهي بتبقى برزنتيشن للطبق بتاعي اللي انا بعمله. وما ننساش معلقتين من الكركم ومعلقه صغيره من الزعفران. الكركم هيخش في تتبيله الفراخ، والزعفران هيخش في تلوين الرز. هناخد الجزء الفراخ دول كده، طبعا الفراخ بتتنضف كويس وتتغسل. نبدا ان احنا نظبطها كده للشغل، شيل الدم ده كده عشان انا مش بحب اشوف الدم قدام عينيا بصراحه. اهو اول باول، بسم الله الرحمن الرحيم. واشيل طبعا العرق او الظهر بتاع الفرخه او العمود الفقري بتاعها ده كده، اللي هو دايما بيسبب لي مشاكل في عمليه التسويه وبيعرقل عمليه التسويه. بس الحاجات دي ما تترميش، الحاجات دي خليها على جنب كده. يوم كده مثلا احنا النهارده مش عايزين نشتري فراخ ولا لحمه، واخر الشهر ايه المشكله لما اخد العظم بتاع الفراخ ده؟ في مطاعم وفي فنادق قايمه عليه، هو ده الاساس عندها. الدوبري ده بيتجاب وتحط في ستيم كبير ويتعمل منه الشوربه ويتعمل منه كل الصلصات. على فكره هنمسك الفرخه نقطعها بالشكل ده كده بتاعت المندي، ونفس القصه هنا كده، يبقى انصاص كده حلو. شفت التقطيعه دي مهمه جدا. ونجيب صينيه زي دي كده، هنحط الفراخ هنا، نشيل دي من هنا ونوسع لنفسينا، اللهم صل على النبي. ونخلي دي هنا كده واحده واحده كده واحنا شغالين مع بعض. حلو الكلام. مهم جدا كمان واحنا بنعمل الفراخ ما يكونش فيها زفاره. ليه يا عم الشيف؟ عشان الزفاره دي ممكن تبوظ لنا طعم الرز. هناخد الفرخه كده نفس القصة اهو، ده ما يترميش، نخليه هنا كده نفس القصة اهو، نقطع كده بالراحة بالسكينة خالص، ونحط الفرخة كده ونفس القصة هنا ده كمان من عند الجناح، بنقطع قطعية كده. كل قصة ده التتبيلة اللي عاملها دلوقتي تخش جوه الفراخ دي اهو، ونفس الموضوع. ممكن تعملي بقى 20 30 فرخه مفيش مشكله. هنعمل تتبيله مع بعض سريعه كده واحنا شغالين. الدم ده نشيله زي الفل. اول باول مطبخي رايق، انا يهمني النظافه قبل الشغل. هاخد بوله كده صغيره واحط فيها توم طازه، ادي توم طازه، واحط عليه كركم، واحط على الكركم ده شويه زبادي. حلو قوي، كركم وزبادي وسنه هيل ناعمه وشويه فلفله حلوين من دول كده. ما ننساش كمان ملح وفلفل اسود. دي التتبيله بتاعه الفراخ اللي انا هدخلها في البرياني، فلفل والملح. زي الفل يا عم الشيف. هنقلب دول كلهم مع بعضيهم. الخلطه دي كده اهي، شفت الخلطه دي تاني اهي؟ اقولها كمان مره. دي توابل ناعمه غير التوابل الخشنه اللي هتخش في عمايل الرز. عباره عن كركم،
توم زبادي، كركم وتوم وزبادي وبابريكا اللي هي الفلفلة الحلوة، وملح وفلفل. هنحط شوية زيت، اللهم صل على النبي. وعندي صينية على النار بتسخن جامد جدا، أو جريلا أو طاسة اللي موجود عندك. دي صدمة نارية للفراخ وعملية تجهيز للسوى بتاعي علشان أقدر بعد كده أدخلها الفرن. هناخد الخلطة دي كده، الفراخ نعملها بالشكل ده كده وأنا شغال أهو من جوه من بره، امسك ادلعها كده. بعد ما اعملها كده احطها في قلب الطاسه، نفس القصه هنا كده اهو، نفس الموضوع هنا كده. بيعملوا كده يا شيف في المندي لما بيعملوه في الخلا او في مكان محفور؟ لا، ما بيعملوش كده. الفراخ بتتبل وبتتعلق في اسياخ حديديه وبتتحط فوق البرميل او فوق الحله بتاعه الرز، ولكن انت بتعمليه في البيت، وصدقيني لما تعمليه في البيت بنفس الطريقه دي هيبقى احلى بكتير من اللي بيتعمل بره. اهو الفراخ كده شبعت من التتبيله، واشيل كده زي الفل، واخد الخلطه دي اخليها معايا كده حلو، واشيل الحاجات دي كلها من هنا ونوسع لنفسنا واحده واحده مع بعض. تعالوا ننظف مكان ما اشتغلنا كده اول باول. هسيب الفراخ تستوي، نيجي للرز بتاعنا. الرز بتاع المندي يتعمل ازاي واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. الحله على النار هنا جاهزه، نار شديده زي دي كده. تحضيري لعمل الرز، بحط شويه سمنه، معلقه سمنه كده حلوه. الحله دي هتخش الفرن دلوقتي، بس بعد ما احضرها ادي السمنه، هحط على السمنه دي البهارات الخشنه اللي هي القرفة الخشب، وحط الورق اللورو، ونحط الحبهان والقرنفل. تحميرة حلوة في السمنة كده زي الفل، مش هحط بهارات ناعمة خالص، ونقلب دول كده مع بعض في السمنة. ليه في السمنة يا شيف؟ أنا عايز السمنة تشرب البهارات اللي هي هتطعم الرز وأنا شغال كده. أهو السمنة دي مهمة جدا، وحمر البهارات كده تديني طعم. عندي بصلايه ناعمه صغيره مش هياخد توم ده، واقلب كده شويه الرز الحلوين بتوعنا. نجيب الرز البسمتي ننزله هنا كده، ونشوح الرز في الحاجات دي كلها. ما تحطيش توابل ناعمه، انا عايز حبات الرز تبان بلونها، خلي بالك. وهنا الزعفران هو اللي هيديني حبه وحبه. التقليبه دي حلوه اهو زي ما انا شغال كده. اللي انا شايفه قدام عينيا الحبهان، القرنفل اللي هو المسمار، والحبهان اللي هو الهيل، انا بقول المسميات في كل الدول، والقرفه اللي هي الدارسين، واللومي الجاف بتاعنا الحلو اللي هو الليمون الاسمر الجميل الحلو. فين يا عم الشيف؟ اهوت زي الفل معايا على وش الرز. ده موجود منه الابيض، اللون البني الحلو، واللون الاسود. احنا عارفين اللون ده مشهور في الامارات، تحيه كبيره لشعب الامارات الجميل من ارض مصر ومن الدنيا. والاسمر ده مشهور جدا في المطبخ السعودي. ادي تفاصيل بقولها عشان لما تشوفي ده ممكن يحل مكان ده، مفيش اي مشكله. شويه الرز تمام زي الفل، ونحط عليهم شويه الملح التمام. اظبط الملح كده، ونقلب تاني الرز كده. انا بفلفل الرز بالسمنه بطعم التوابل. حلو قوي. اعمل ايه دلوقتي بقى؟ ولا حاجه، هنحط الميه بتاعتنا. عيار الميه المعتاد. زي الفل تمام. شويه الميه دول كفايه قوي، ده عيار الميه بتاعي اللي هو هيسوي لي الرز. لسه ما خلصتش انا، بظبط النار واقلب الرز تقليبه ثانيه ثالثه زي الفل، واجيب ورق فويل. واحنا مع بعض واحده واحده كده. عينيا، حاضر اهو ورق الفويل كده زي الفل. دي مش عايزه تفك ليه اهي،
مهم جدا دلوقتي ان انا احط الفراخ على ورق الفويل ده كده بالشكل ده كده اهو. كمان مره حاجه تحمل، كمان واحده زي الفل كفايه. نجيب ورق زبده نحطه هناك فيها، نفس القصه، ونقفل كده يا عم الشيف اهو، ونفس القصه هنا كده وانا شغال واحده واحده. ويحمل لازم. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. معايا في الكنترول حافظين. حلو كده تمام، احنا زي الفل. هنقلب الفراخ بتاعتنا دي كده بسرعه كده، وانت في قلب البيت عملت المندي اه. نشيل الفراخ دي كده، الاخبار ايه اهو، خدت تشويحه على النار، حضرتها للتسويه، تقوم لما تدخلها الفرن ما تاخدش وقت كبير بالشكل ده كده. التحميره دي مهمه جدا اهو، نحط شويه زيت كمان صغيرين كده. انا هنا مش بشوح الفراخ، بعمل لها صدمه ناريه عشان ما تاخدش وقت كبير على النار. حلو الكلام. هنجيب سكينه كده ونعمل الاخرام ديت، سمع الصوت ده اهو اه، هو ده. التخريمه دي بقى يعني هقول لك على حاجه، في بعض الادوات المنزليه انا دورت عليها للامانه ما لقيتهاش، في مصفه بتتحط هنا زي بتاعه الكسكسي، بتبقى على قد الحله، هي بتتباع الاتنين مع بعض، وبنحط عليها الفراخ وتخش الفرن بعد ما نقفلها. بديل ليها حاجه عمليه كده في كل بيت، ورقه الفويل وورقه الزبده. ما انا بقول الشبكه دي موجوده اه، هنحطها ودي مش موجوده. احنا هنحط الفراخ دلوقتي هنا، بس انا عايز احمر الفراخ للامانه شويه عشان احطهم هنا وما تاخدش وقت كبير مني في الفرن. ايه اللي هيحصل؟ ايه الكيمياء اللي هتحصل هنا؟ وايه الخبره الطهويه؟ الفراخ هتنزل لي الندى، واخد البيوض اللي نزل منها هتتحط هنا، وندخل كل ده مع بعضه في الفرن. بس للامانه والمصداقيه شعارنا على شاشه القناه الاولى، انا مش هعمل الكلام ده غير بعد الفاصل، فرصه ان انا اخد وقت تسويه الفراخ عشان نتفرج عليها استوت ازاي مع شويه الرز الحلوين اللي هيستووا بالندى بتاع الفراخ. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. التركايه هنا والخبره الطهويه بتحتم عليا، الفراخ هنا ما استوتش، هي هتكمل سواها في الفرن، ولكن الصدمه الناريه دي مطلوبه منك لانك بتعملي مندي في الفرن، هو مش بيتعمل في الفرن، بس معانا خبره طهويه زي الشيف البغازي، هنعمل الفراخ المندي في الفرن، فلازم الفراخ تستوي بالمرحله ديت قبل ما نحطها على الشبكه. انا عملتها بطريقه سهله اهوت، هاخد شويه البيوض الحلوين دول كده مكان تحمير الفراخ اهو اهو، الموضوع بسيط خالص اهو اهو زي دول كده، هاخدهم دلوقتي انزل بيهم على الفراخ اهو، وانا شغال كده زي الفل اهو. الصينيه دي كده سخنه معلش اهي زي ما هي كده، دول مهمين جدا بالنسبه لي اهو. طب دول هينزلوا ازاي يا شيف؟ اه ما انا مخرمه، مخرم ورقه الفويل وورقه الزبده، وانزل واحده واحده كده كانها مصفه. وزي ما قلت لحضراتكم الحاجات دي بتتباع، انا دورت عليها ما لقيتهاش اهي. طب مش هستنى بقى، انا عايز رمضان نعمل كل حاجه حلوه عندنا. حلو الكلام اهو. الصينيه زي ما هي كده او الحله زي ما هي كده هتخش الفرن، مفيش حاجه خالص، هي تركيه صغيره هعملها دلوقتي. ايه هي؟ بنروح ناكل المندي يا شيف مغازي، بنلاقي حبايه صفراء وحبايه بيضة. اللون ده بيجي منين؟ حلو، فرصه معانا هنا نعرف الاسرار. احنا هنا مع بعض بنحط نقطه من الزعفران اللي موجود عندنا، ونحط عليه شويه ميه كده بالشكل ده كده اهو، وأقلبهم كده بالراحة. برضه هينزلوا من خلال الشبكة اللي أنا حاطط عليها الفراخ أهو، وبالشكل ده كده أهو، وتعدي على الفراخ كده أهو وأنا شغال أهو أهو. هينزل على وش الرز، كل التفاصيل دي هنشوفها بإذن الله بعد دي ما تطلع من الفرن. هندخلها الفرن في درجة حرارة 180، وتتحط فين؟ مخرجنا اللي هيقول لنا دي تتحط فين في الفرن. الله عليك، أرض أرض. أيوه كده هو ده، دي لازم تتحط في أرضية الفرن. اه، والفراخ هنا أنا ضارب عصفورين بحجر، لون الزعفران
والفراخ مستويه تقريبا نص سوا، خدت صدمه ناريه، خدت البيون والجوسي الندى بتاعها حطيناه على وشها نزل على الرز، فهنا الرز بتاعنا شرب طعم الفراخ وتعرف على الفراخ قبل ما ندخلها الفرن. دي المدرسه الطهويه والخبره الطهويه في قلب الفرن. ده بندي ما كلفناش ثلاثه تعريفه، لا حفرنا على الجيران واتأذوا مننا ولا حفرنا حفره في الجنينه. وبص على المندي مش هزعلك اهو، صلى على الحبيب، درجه حراره الفرن عاليه زي الفل تمام، وبيستوي اهو زي الفل. ايه الحلاوه ديت؟ الحله فيها الرز والفراخ زي الفل على واخده اللون وبتستوي والعيش مع بعضينا. المندي له عدل، بصلايه مقرمشه، بصلايه مقرمشه زي بصله الكشري، بس احنا هنا بندلعها شويه، بنحط لها بقدونس وكزبره، شويه توابل على البصلايه واحنا بنحمرها بتاعه المندي عشان نحطها ونزين بيها طبق المندي، عكس البرياني. البرياني بيتحط له جزر بزبيب، اما المندي بيتحط عليه بصله مقرمشه بتبقى لطيفه وحلوه زي بصله الكشري. تعالوا نعملها مع بعض كده على الزيت بتاعنا ما يسخن واحنا شغالين كده واحده واحده. البصل فين؟ زي الفل. واحد اثنين ثلاثه، دول كفايه قوي. هناخد البصل ده كده، لاحظتوا حاجه؟ قطعت القطايف الاول بالسكينه على برانشه مختلفه وبعدين دخلت على البصل. اصبح كده دي ايه؟ استقلاليه. كل حاجة لوحدها. بصل بالشكل ده كده حلو. ناخد البصل الشرايح ده كده، هينزل عليه دلوقتي معلقة من النشا، شوية بهارات حلوين، شوية من الكركم، شوية من التوابل بتاعتنا الحلوة، عصرة ليمون، ونحمره في قلب الزيت بعد القطايف مش قبل القطايف. يا إما تجيبي طاسة تانية تحمري فيها على جنب. زي الفل تمام. ده البصل جاهز، هنجيب بوله كده كانك بتعملي بصلايه للكشري. وهناخد البصل الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. شويه البصل دول بقى هتاكلي صوابعك وراهم ليه؟ هينزلوا على وش الرز الحلو ده كده بالخلطه اللي انا عاملها دلوقتي حالا. زي الفل. البهارات بتاعتنا اهي، شويه كركم حلو، شوية ملح وشوية فلفل على البصلاية. هتسيب الفراخ وتاكل البصلاية دي بعون الله. حلو. معلقة دقيق صغيرة أو معلقة نشا علشان يقرمش معاك بسرعة ويتحمر معاك بسرعة. زي الفل. شوية زيت. تعالوا مع بعض نطلع المندي عشان هننضرب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طلع المندي اللي الكل عايز يشوفه دلوقتي. اللهم صل على النبي. يا سلام. طلع الخشبة الحلوة دي كده ونحطه عليه عشان نغرفه. اللهم صل على النبي. ايه الأخبار؟ بص عليه وصلى على الحبيب، قلبك يطيب. المندي على طريقة الشيف المغاز. واحدة واحدة مع بعض كده. البصلاية دي اختياري حسب الرغبة، انت عايزة تحطي عليه بصلة ماشي، مش عايزة برغبتك. اعمل حاجة بس صغيرة كده مهمة جدا. يابا نحط الصينية دي كده هنا عشان نحط فيها الدجاج عشان نفتح ونشوف الرز اخباره ايه. ما اقولكش ما اقولكش. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ نفتح كده شوية رز. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ شيل دي من هنا خالص. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زي ما هي كده. المندي بشوكة وتقلبيه كده. شوف الرز، شوف الرز، شوف الرز طالع ازاي؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ خش يا عم زيزو، خش جوه كريم. عينيا هغرفه والله وهجري على طول. حاضر. حاضر حاضر عينيا حاضر. حاضر والله انت عملت معايا الواجب. حاضر. المندي بتاعنا النهارده سيبوني اغرفه طبعا عشان وقت البرنامج بتاعنا. بالشكل ده كده واحط على وشه الفراخ. واحنا النهارده مع بعض رؤيه فن ابداع ابهار مندي عملناه في البيت عندنا حبه وحبه زي ما بنشوفه في المطاعم. الفراخ عندي مستويه، عنوان المندي التوابل بتاعته العربيه، اللي بنوجه تحيه كبيره لكل اخواننا العرب من ماسبيرو القناه الاولى، وكل سنه وانتم طيبين. من ماسبيرو.